السلام عليكم متابعين قناة فيديو جديد، نتمنى الاخوان تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد الاخوان من سوق لعبات فقيه بن صالح بتاريخ الاخوان 22 في شهر 6 2022. الاخوان كنتمنى من الاخوان لاول مره غيشوف الفيديو يشوف لي خلي لنا شي لايك وشي كومونتير يكون زوين الاخوان، واللي مازال ما مشترك عندنا في القناه يشوف لي اشتراك. وكنشكركم بزاف بزاف الاخوان على الدعم ديالكم للقناه والدوتي، وتحياتي لكم الاخوان ونهاركم مبروك. المهم غنديروا الافتتاح مع هذا الاخ هذا. شحال عطاوك اخويا؟ 140 140 الاخوان اللي عطينا في هذا الخير هذا 7000 درهم. تبارك الله، اللهم بارك الاخوان، اللهم بارك. الله يسهل لك ويجيب التيسير اخويا. شحال عطيتك؟ شحال ساعمين؟ 80 80 اللي ساعمين الاخوان 4000 درهم. 80 لواحد ياك؟ ثنايا ياك؟ ثنايا الحليب. الله يسهل لك ويجيب التيسير. وهادو شحال ثمنهم؟ شحال قلت لي ثمنهم؟ مليون 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 اللي عطينا من الاخوان 10000 درهم 9000 درهم اللي واحد. تبارك شحال اخويا ثمن؟ 76 تبارك 76 الاخوان. تبارك الله، اللهم بارك الاخوان 76000 3800 درهم. تني 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 في السن رباعي. تبارك الله، الله يسهل لك ويجيب التيسير. شالين اخويا الخير شالين؟ تباعوا شحال تباعوا؟ 74 74000 الاخوان باش تباع شحال الخير. لا شنو داير في السن؟ اثنين سنة الحليب باقي شي حاجة كذا في الدار. هيا غتخلي لي من نمرة ضروري بلاش. 74000 باش تباع شحال الاخوان 3700 درهم. تبارك الله. شحال باقي في الدار؟ باقي في الدار باقي 30 كذا في الدار 30 حبة باقي في الدار 30 الاخوان اللي باقي في الدار قول لهم من الميلاد ديال 06 زيد 37 زيد 83 زيد 94 زيد 91 هاني ميرا الاخوان عبد الحق من ولاد مراه عبد الحق الاخوان من ولاد مراه اللي عجبات شي حاجه الاخوان يتصل بي. اللهم بارك. باقي بحال هادشي ياك؟ باقي بحال هادي وخلاص بحال هادي الاخوان وخلاص من هادشي. هادشي باقي من احمد الرئيس سد الرئيس تبارك سد الرئيس اه ضروري. اللهم بارك اليوم كاين الشاري يا خويا كي داير الثمن اليوم؟ اليوم كاين الشاري اليوم كاين الشاري ولكن كاين الشاري زيد شويه لا ماشي زيد كاين الشاري مشي اليوم هذا اللي ما تبيعش فيه السلعه خويا هذا اللي فيه ناقص الثمن كاين تناقص والو زيد يعني اخويا شحال ثمن بحال شحال؟ ثمن 80 80 اللي عطينا الاخوان 4000 درهم. اسمح لي اللهم بارك. الله يسهل لك ويجيب التيسير ابو الحاج. تبارك الله تالينا خويا شحال سامع الثمن ديالك؟ 78 تبارك الله 78000 الاخوان اللي سامع الخير. اللهم بارك. 4000 درهم 2000 تبارك. شنو داير في السن؟ اثنين الله يسهل ويجيب التيسير. تبارك الله شحال سامعين اخويا؟ 70 تبارك الله 70000 الاخوان اللي سامعين الخير 3500 اللهم بارك. الله يسهل لكم ويجيب التيسير. تالين شحال سامعين اخويا؟ 61 اللي عطينا 61 اللي عطينا الخير الاخوان 3050 درهم. اللهم بارك تبارك الله. الله يسهل لك ويجيب التيسير اخويا. وهنا شحال سامع اخويا؟ 45
تبارك الله 54,000 الاخوة اللي سمعت. لا لا شاد على الخروف ما تكون هاني. راني ما شكوش ندير ما نقدرش. الله يسهلك ويجيب تيسيرك. تبارك الله شحال عطيني نكبر هاش؟ 75. تبارك الله. 75 الاخوة. 1750 تبارك الله. وهذاك اللي ملي؟ هذاك 68 1400 اخوان تبارك الله. الله يسهل ويجيب تيسير. شحال سامع اخويا؟ 81 الاخوان اللي سامعت الخير تبارك الله. 4050 كي جاك اليوم الثمن؟ الثمن ناقص ولا زايد صافي سمعت الحوليات 42 اللي سامع 42 اللي سامع جا الاخوان حوليات تبارك الله 2100 درهم الاخوان تبارك الله اللهم بارك خويا شحال خرجت لحم داك 50 تبارك الله 50,000 باش خرجت هاد الاخوان 2500 درهم اللهم بارك هادي بشحال خرجت هادي ب 10,000 كي 44 الله يحفظك 44 ونص الاخوان كي داير بخير هي سلا ديال الدراوشين سير على 2225 درهم الاخوان 500 درهم ارباح اللهم بارك تبارك الله الاخوان راه كاينه تسليعه الاخوان هيا تسليعه راه مليحه تبارك الله اللهم بارك الاخوان راه السوق اليوم تقريبا صالح كاين واحد اثنين واحد رباعي الاخوان كاين شادة هو معاهم الاخوان هو اثنين تسليعه مليحه الاخوان الثمن ديالهم الاخوان مليون وعشرة 10,500 درهم اللهم بارك الاخوان اللي بغى الاخوان اللي عجبات شي حاجه الاخوان وبغى شي واحد منهم راه يعيط لينا الاخوان على النمره 06 97 81 90 96 استعارة مليحة تبارك الله اللهم بارك هاي طلق 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 اللهم بارك الاخوان راه السوق اليوم تقريبا صافي قاعد 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 لي راس واحد تبارك الله لا مليحة الاخوان اللهم بارك هادو من يولو 10 اخوان ثلاثة الواحد قال بلاش السلعة مليحة الاخوان باش تعرف راه كاين مليحة الاخوان كلشي بنادم كيصور اللهم بارك تبارك الله شحال عطينا من يولو 10 اخويا اللي معطيهم شحال سامع هذا خويا شحال؟ 110 110 تبارك الله 5500 الاخوان اللهم بارك تبارك الله اثنين 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 باقي اثنين ديالو اثنين الاخوان الله يسهل لك وجبتي سيرك
هل سمعت الخير اخويا شحال؟ 80 اللي عاطينو، انت قلت لهم 85. عاطينو 80,000 اخوان وهو قال لهم 85,000 البيع ديالو. 4,000 درهم لم يعطيه وهو قال لهم 4,250 درهم. شنو داير بالسن؟ سيس. تبارك الله الاخوان حولي مليح تبارك الله اللهم بارك. الله يسهل لك اخويا ويجيب التيسير. شالين اخويا شالين شحال سامع هذا شحال؟ 90 تبارك الله 90,000 اللي سامع الاخوان 4,500 درهم اللهم بارك. شنو داير في السنه؟ شنو داير في السنه؟ جامع تبارك الله الاخوان 90,000 اللهم بارك. الله يسهل لك ويجيب التيسير. تبارك الله شحال سامع هذا خويا؟ 90 تبارك الله 90,000 الاخوان هو اللي سامع 4,500 درهم. شنو دار في السن؟ السن سنا الحليب ولا سنا الحليب؟ سنا الحليب تبارك الله سنا الحليب الاخوان تبارك الله اللهم بارك. وهذوك الخريفات الصغار شحال سامعين؟ هذوك باعوا من السبيط ب 44 باعوا ب 44 الله يحفظك. أربعة وأربعين أخوان في وعينة خرفان 2000 و200 درهم اللهم بارك. الله يسهل ويجيب التيسير. شحال سامع هذا أخويا شحال؟ 74 تبارك الله 74 أخوان 3700 درهم اللهم بارك. السن ديالو شنو داير هذا السن؟ جامع تبارك الله ديالو جامع الاخوان اللهم بارك. الله يسهل لك ويجيب التيسير اخويا تبارك الله الاخوان اللهم بارك تبارك الله. شالينا الخير اخويا؟ مليون وعشرين تبارك الله مليون وعشرين الاخوان نمره جوج ديال لانو. سير نشوف ديال لانو الاخوان نمره جوج 11,000 درهم تبارك الله اللهم بارك حولي مليح تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. المرقد ديالو منين هذا؟ المرقد ديالو اخويا ولاد يوسف. ولاد يوسف المرقد ديال ولاد يوسف الاخوان. السن السن شنو داير؟ يلا الاولو لا سير على شي السن ديالو الاخوان حولي راه مليح تبارك الله اللهم بارك. هذا شنو هو ديال؟ اييه شحال ثمنه شنو؟ معطيه 144 144 سيسي سيسي 144,000 ريال الاخوان تبارك الله 7,200 الاخوان اللهم بارك تبارك الله الاخوان اللهم بارك. هذا حولي مليح هذا عجبني هذا حولي تبارك الله. وهذه تما ديالك؟ شحال ثمن؟ هذا بشحال بشحال تباع؟ 90,000 والاخر اللي مليه؟ هذا هو معطيه فيه 130 130 هذا؟ هذا 110 110 5,500 هذا تباع؟ بشحال داز؟ 110 5,500 وهذا؟ يمشي شاف خريب كاع هذا شفت خريب كاع يمشي الغلم هذا هذو كاملين ديال الغلم عرفت كاملين هذا كتشوفوا في الاخوان العياد لا بغا يتبع عيني راه ما يعيد هذاك الشيء اللي بغا يتبع جيبو راه غادي يعيد اييه العيد راه موجود كي جاتك السلعه قليله لا موجوده خير موجود خير موجود خير موجود اللي بغا يتبع عينو راه مالك كلشي غيعيد الحمد لله كلشي غادي يعيد اييه المهم الاخوان السلعه اللي كتشوف فيها راه كامله غادي تمشي للحل ديال الغلام هذا الشيء بالنسبه لهذا راه ديال الغلام الاخوان هذا هو قال لك غادي هو يمشي للغلام اللهم بارك الاخوان والسلام مليحه تبارك الله. واللي بغى يتواصل معك خويا خلي لي نمرة زيد 73 41 91 26 المهم الاخوان اللي عجبتو شي حاجه وما يتواصل مع السيد النميره ديال السيد الاخوان الحولي تبارك الله راه مليح الناس اللي بغات دير السلاله حولي راه مليح اللهم بارك الاخوان السلعه زوينه تبارك الله. الله يسهل لك اخويا ويجيب التيسير ولا عيط لك شي واحد من المتابعين ديالنا ان شاء الله فيه. مرحبا سي الله يحفظك. مرحبا الله يسهل لك ويجيب التيسير.
تبارك الله اخوان. تالين شحال سامعين هادو شمال؟ 80 80 اللي سامعين الاخوان الله يلاه يحضر اللهم بارك تبارك الله يسهل لكم ويجيب التيسير اخويا. خويا شحال سامع هذا الله يحفظك؟ 65 تبارك الله 65 الاخوان 3250 درهم اللهم بارك الله يسهل ويجيب التيسير اخويا. شحال سامع اخويا هذا شحال؟ 76 76 تبارك الله 76 الاخوان اللي كيقول في الخير تبارك الله 3600 درهم اللهم بارك الله يسهلك ويجيب التيسير تبارك الله. تشالينا الخير 41 معقول معقول شحال عاطينكم؟ 65 المعقول ديال الحوالي الاخوان مسولنا قال لنا 46 هو المعقول ديالو 65 تبارك الله اخوان السلعة زوينة بدرية ديال الاخوان اللهم بارك تبارك الله. شحال سامع هادي اخويا شحال؟ 42 تبارك الله 42 الاخوان 2100 درهم اللهم بارك تبارك الله السلعة بدرية الاخوان زوينة تبارك الله اللهم بارك شالين الخير اخويا شحال؟ خويا 38 هادو الثلاثة اللي فيهم حمر ما معاهمش ياك؟ هاد الثلاثة في شحال؟ 150 150 تبارك الله اللهم بارك الاخوان سلاح زوينة تبارك الله. دابا هادشي غيبقى ان شاء الله اللي بغا يديرها فياك العيد ان شاء الله الله يسهل لكم اخويا ويجيب التيسير تبارك الله. شالين الخير اخويا 75 تبارك الله 75 الاخوان اللهم بارك الف 750 الاخوان تبارك الله الله يسهل ويجيب التيسير جالينا هذه دينا ب 81 خاصة ب 81 خلاص ديالي 81 دينا هذا سارة 81 خلاص ديال الاخوان اييه دير قناة والدودة غطلع عندك قناة والدودة غطلع عندك والدودي اه قناة في الاول والدودة غطلع عندك 4050 درهم الاخوان خلاص ديالها تبارك سير شد شد كاملة نية وسنة الحبيب لا لا كاملة نية كاملة نية تبارك تبارك الله سير جرجر تبارك الله يسهل لكم ويجيب التيسير شحال سامع اخويا شحال سامع 57 57 تبارك الله الاخوان 57 الف اللي سامع اللهم بارك الله يسهل لكم اخويا جبت تبارك الله شحال عطاكم بالحاج فهاد الخير؟ 55 55 شحال فيلو؟ تبارك الله 55 الف والله عطينا فهاد الخير 2750 اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك الاخوان سلعة بدرية زينة تبارك الله اللهم بارك لا تصبر باقاش عندك شي حاجة في الدار الحاج باقي في حالة خير تبارك الله
البلاصه فين؟ البلاصه بلاد مراح. بلاد مراح. لا بغا يعيط لك شي واحد خلي نمر التليفون ديالك. خليه ماشي مشكل. سير قول. 06 06 زيد 78 78 16 16 96 96 26 26 النمره ديال التليفون ديال الاخر الاخوان اللي عجباتو شي حاجه يعيط للسيد راه باقا باقا عنده خاتة السلعة. سليها راه زوينه الدريه تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. اللي باقا خشادي ياك؟ خشادي خشادي باقا ملح منها ياك كاين الاخوان خشادي وملح من هادشي سليها راه بدريه زوينه تبارك الله اللهم بارك الله يسهل لك ويجيب تيسير ربك وحش شحال هاد الخير شحال؟ 26 معقول معقول شحال؟ خلي السيد يقول لنا الثمن شحال؟ 74 74 الف مبروك لسامع الخير 3700 ملاح ملاح لا تشدي المدزوز والو المدزوز دوني الله يسهل ويجيب تيسير تبارك الله شحال سامعين هاد الوقت الثمن؟ سامعين 40 قال لواحد 40 قال لواحد 39 تبارك الله 39 الف الاخوان شوية الله يحفظك تبارك الله الاخوان 39 الف ريال واحد 2000 درهم مقابل 50 الاخوان سلعه زوينه تبارك الله اللهم بارك هذا كبير الله يسهل لك ويجيب التيسير اخويا عمر تبارك الله الاخوان انت اللي نال الخير اخويا 54 54 تبارك الله 54 الف الاخوان سلعه بدريه تبارك الله اللهم بارك تبارك الله مرقد ديالها منين اخويا؟ من هنا من فقيه بن صالح تبارك الله 54 الف الاخوان سلعه بدريه تبارك الله زينه الاخوان مرقد ديال فقيه بن صالح 2700 درهم الاخوان اللهم بارك الله يسهل لكم ويجيب تيسير صحيح